يعطيكم العافية. راح نكفي بالجزء الثالث من درسنا Logarithmic Function. بهذا البارت راح نحكي عن Derivative of Logarithmic Function. بداية حيكون عندنا f of x equal ln x. الـ Derivative لإلها هي 1 over x والـ x greater than 0. بننتقل الرول اللي عنا إياه: if u of x greater than 0 then f of x equal ln u of x. نحن حسب الدومين قايلين ال u of x always greater than 0. then f prime of x equal u prime of x على u of x. هذا هو الرول. بنكون عندنا ln u of x الديريفيتيف لإلها بتكون u prime over u. example: we have f of x equal ln 3 of x, then f prime of x equal ل u prime over u. مثل ما اتفقنا سابقا عندنا نحن هون ال u هي 3x، فبتصير عندنا 3x derivative لإلها over 3x equal derivative ل 3x equal ل 3 over 3x. بنعمل simplify بتصير 1 over x. second example: g of x equal ln x plus 4, then g prime of x equal x plus 4 derivative لإلها على x plus 4 equal 1 over x plus 4. عنا derivative للx equal 1, derivative لل 4 equal 0 لأنه constant. third example: h of x equal ln x plus 1 على x minus 1. implies that h of x equal ln x plus 1 minus ln x minus 1. هون استخدمنا الرول اللي بقلنا ln a over b equal to ln a minus ln b، لأنه الديريفاتيف لإلها بصير أسهل بهذا الشكل، مع إنه نقعد نشتغلها u over v ونجيب الديريفاتيف لإلها بعدين نستخدم الديريفاتيف اللي طلعناه على ال v square. فدائما بس يكون عندنا ln بالفورم a over b، يعني ln a over b، فينا نكتبها ln a minus ln b بصير أسهل. بنكفي. فبصير عنا h prime of x equal derivative لل x plus 1 على x plus 1 minus derivative لل x minus 1 على x minus 1. x plus 1 derivative لإلها equal ل 1 على x plus 1 minus بتبقى ما بتتغير x minus 1 derivative لإلها equal ل 1 على x minus 1. وبنعمل لون same denominator وبيطلع عنا الجواب minus 2 over x square minus 1. fourth example: k of x equal ln cubic root لx plus 1 square. هون في عنا رول نحن بأن nth root لa to the power r فينا نكتبها a r over n. دائما هيدا الفورم اللي عنا إياه بده يبقى ببالنا. فبصير عنا نحن cubic root لx plus 1 كلا square فينا نكتبها نحن ln x plus 1 ل 2 over 3. نستخدم الرول اللي بأن ln a to the power n فينا نكتبها n ln a. فبصير عنا 2 over 3 مننزلها لقبل ln. الجواب بصير عنا 2 over 3 ln x plus 1. ونروح نعمل derivative لإلها، فصارت k prime of x equal 2 over 3 x plus 1 derivative لإلها على x plus 1 u prime over u equal 2 over 3 derivative لل x plus 1 هي 1 على x plus 1. يرجع أخيرا بده يكون في ببالنا rules اللي بنعرفهم من grade 11. f of x إذا عنا constant الديريفاتيف لإله 0، مثلا الديريفاتيف لل 100 equal ل 0. الديريفاتيف لل ax بيبقى عنا a، مثلا 3x الديريفاتيف لإله 3. ax to the power m الديريفاتيف لإله هي a times m into x m minus 1. مثلا 5x cube الديريفاتيف لإله 5 times 3 بتصير 15x square. u power m الديريفاتيف لإله m u m minus 1 u prime، مثلا 2x minus 3 power 4 derivative لإلها بتصير 4. 2x minus 3 من ناقص 1 exponent بتصير 3، والderivative لـ 2x minus 3 هي 2. radical u derivative لإلها u prime على 2 radical u. مثلا radical لـ 5x plus 1 derivative لإلها derivative اللي تحت الradical هن 5 على 2 radical 5x plus 1. u plus v derivative لإلها هي u prime plus v prime، و derivative لـ 2x cube plus x minus 1 كل واحدة لحالة. 2x cube derivative لـ 6x square، الـ x هي 1 والـ minus 1 derivative لـ equal لـ 0. u dot v أو u dot v derivative لـ u prime v plus v prime u. مثلا x radical 2x plus 3 اللي هي u dot v، ناخد الـ u هي الـ x والـ u prime هن الـ 2x plus 1، sorry، او ال u عنا اياها x الديريفاتيف لإلها هي 1
والفي عندي هي راديكال 2 اكس بلس 1، الفي برايم هي يو برايم على 2 راديكال يو، فبصير عندنا 2 اوفر 2 راديكال 2 اكس بلس 3 بتصير 1 اوفر راديكال 2 اكس بلس 3. اخر واحدة يو اوفر في رول الى يو برايم في ماينس في برايم يو على في سكوير 2 ماينس اكس على 1 بلس 3 اكس، الفورم الى يو اوفر في بدنا نحدد اليو بناخذ 2 ماينس اكس هي اليو، والفي بناخذها 1 بلس 3 اكس. ديريفيتيف لليو هي ماينس 1 لانه عندنا ماينس اكس، 1 بلس 3 اكس الديريفيتيف لها هي 3، وبنطبق الرول اللي عندنا اياه. وهيك بكون خلص هذا البارت اللي عندنا اياه، ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم.